ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تم مواكبة وصول حمزة أفضل الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مشهد جد مؤثر إلى أحضان والدته من طنجة إلى القنيطرة تحت إشراف المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي تكفل بنقله. وعن سر انتقاد عدد من المتتبعين لبعض خرجات الشاب حمزة واتهامه بالتحرش الجنسي من طرف زوجة أبيه، الأمر الذي زكاه والده أيضا، فكانت الإجابة بالنفي، وليؤكد أن كل ما قيل في حقه لا أساس له من الصحة ومجرد افتراءات لتتملص المشتكية بها من المتابعة القضائية، مضيفا أن التحقيقات الجارية ستثبت حقيقة اتهاماتها له وحقيقة الفيديو المصور من طرفه، وهو موضوع الشكاية الحالية أمام النيابة العامة بطنجة والذي تظهر فيه المشتكية بها وهي تمارس عنفها وساديتها عليه. ومن جانب آخر، قالت والدة حمزة التي انتقل إلى منزلها بالقنيطرة إنها مستعدة أكثر من أي وقت مضى لاحتضان فلذة كبدها رغم ما تعانيه من الحاجة والفقر، حيث عانقته في مشهد مؤثر وهما يدرفان دموعا حارة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.